يا هلا ومرحبا. هلا ومرحبا فيك زميلتي وعهد. سارة، حابين نعرف معك أجواء البحرين في العيد الوطني 50 لدولة البحرين، كيف هي معالم الفرحة عندك وإيش أبرز الفعاليات اللي يتم يعني تنفيذها في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا؟ نعم، يعني بما يخص العيد الوطني البحريني 50 هذه السنة، الاحتفالات بدأت ليست من اليوم ولكن منذ بضعة أيام. الشوارع تزدان باللونين الأحمر والأبيض خصوصا في الفترة المسائية، فالأضواء يعني تنير الشوارع وتتفنن في ذلك حقيقة سنويا محافظات المملكة لإبراز مظاهر البهجة والسرور والفرحة في هذه المناسبة الغالية على جميع قلوب البحرينيين. الفعاليات تتنوع من في جميع محافظات المملكة، بدءا من الأماكن السياحية والترفيهية أو الأماكن الثقافية والتاريخية، وكذلك يعني هناك القرية الثقافية التابعة لوزارة شؤون الإعلام. يعني جميع هذه الأماكن تحتفي بالعيد الوطني لمملكة البحرين. هناك العديد من الفعاليات، هناك عروض الألعاب النارية التي تتنوع أيضا في مختلف محافظات المملكة. الأشقاء الخليجيين أيضا يشاركون البحرينيين الاحتفال بهذه المناسبة سنويا. ربما العام الماضي يعني لم نشهد مشاركة خليجية نظرا لظروف جائحة كورونا، ولكن هذه السنة خصوصا من الأشقاء السعوديين، يعني هناك تواجد سعودي في مملكة البحرين خلال هذه الفترة بالتحديد، طبعا نظرا لخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين. جميل، واحنا دائما نقول سارة انه السعودي بحريني والبحريني سعودي، يعني دائما يعني لما تكونون عندنا تحسون ان السعودية هي داركم الثاني، واحنا كذلك نحس انه البحرين هي دارنا الثاني، والله يديم علينا هذه المحبة جميعا.